بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى قال أنا ربكم الأغلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن
رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما فعن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو